ايبي جيمينج وفيديو جديد. احنا الابطال ايبي جيمينج الجامدين، مهما تروح فين هتلاقينا موجودين. بصي من شمال طب لتسيبو يمان، انزل حط لايك للفيديو الجميل. يا احنا الابطال ايبي جيمينج الجامدين، يا مهما تروح. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال جايين نلعب ماب جامده جدا، ماب لمسلسل الحبار. اكيد يا ابطال كلكم يعني يعتبر اكترتكم شافوا المسلسل، وفي ناس ابتدت تلعب كمان الماب في لعبه روبلوكس. الماب دي يا ابطال يعني اتلعبت اكتر من 40 مليون، انت متخيلين؟ يعني 40 مليون فيزيت يا جدعان في اقل من اسبوع. بصراحه ابطال الماب حصل فيها حوار كبير قوي النهارده معايا اختي زوزو. ازيك يا زوزو؟ انت كويسه؟ انت قصدك 42 مليون؟ اوه كمان 42 مليون، او ماي جاد يا زوزو. بسرعه بسرعه بسرعه. طب انت شايفين احنا دلوقتي عند احنا دلوقتي لابسين، انا رقم كام؟ انت رقم كام يا زوزو؟ انا رقم 67، انت كام؟ وانا برضو مش مهم، المهم يلا عشان ندخل الجيم انا وانت. او ماي جاد، لا لسه لازم نستنى شويه. انا متحمس. وكمان يا ابطال زون شايفين ايه ده؟ ايه ده يا ابطال؟ ايداس، ده ايداس كمان معانا. واو يا ابطال، يا ابطال هيبقى الصراحه فيديو اسطوري جدا. ولو انتوا ابطال عايزيني اعمل سلسله للماب دي يعني ليتس جو يا ابطال، وصلوا الفيديو ده ل 1000 لايك في يوم واحد بس، وهشوف تفاعلكم على الفيديو يعني. ويلا بينا، استنوا بقى عشان المفروض اللي هنا الجيم الجاي مكتوب نيكست جيم دقيقه. وايه ده؟ دقيقه واربعه. ايه ده؟ ده زوزو دقيقه واللعبه تبدا. واو. لا في فكره، في ناس جوه في الجيم. استنى عايز اشوف شكل الشخص ده. واو ده شخص المثلث. بصراحه يا ابطال بصوا، مش عايز اخبي عليكم، انا لسه ما اتفرجتش على المسلسل ولكن هتفرج عليه، لكن شفت ملخص كده وبصراحه حمسني قوي ان اتفرج على المسلسل. مش عارف ايه ده، كمان ده مثلث بردك، بس مش عارف ايه ده، شكله عامل كده. طيب هنا بناخد حاجه، مش عارف ايه الحاجه، بس ما علينا. خلينا بس يا ابطال بسرعه نروح نقف هناك. ايه ده؟ ايه ده زوزو؟ الجيم بدا، يلا بسرعه. ده المفروض اول جيم. دوس شيفت، ما ينفعش تمشي كده. اه صح صح، الشيفت هو اللي بيجري، نسيت والله. عاش قوي يا ابطال، يا نهار ابيض انا متحمس قوي. انا شفتها عند يوتيوبر ابطال لعبها وبصراحه اتحمست قوي للماب. يلا 8 7 6 يلا. المفروض اللي فيه شخص او بنت هتتكلم لما تيجي مثلا تقول اللون الاخضر نقدر نجري عادي، تقول الاحمر هنقف. اقف. او ماي جاد، لازم اول ما كلامها يخلص تقف. لازم ابطال اول ما كلامها يخلص تقف. او ماي جاد يا الحماس، اجري بسرعه. اقف بسرعه. يا نو، ايه ده؟ كنت هبلع طلقه. اوه كنت هبلع طلقه. انا شايفاك اهو، مش لازم انت اجري بقى. او ماي جاد، اقف بسرعه. ايه ده؟ حد يا لهوي، ده ايه ده؟ زباين مات قدامي ولا مين ده؟ او ماي جاد، بسرعه بسرعه بسرعه. اقف بسرعه. اوه انت وقفت ولا انت لسه؟ انا وقفت انا وقفت. حماس، بسرعه بسرعه بسرعه. اجي مني. اوف يا لهوي يا ابطال، بص بتسرع ازاي؟ انا لسه عايشه. يلا بسرعه بسرعه. هي اجري. رن رن رن. دايما ما انصحكش تنط عشان هتموت بسرعه. ماشي يا نهار ابيض، الله هتتحركت. بسرعه بسرعه بسرعه. رن رن. اقف. لا بلعت طلقه. ايه ده؟ انت اللي في الاخر كنت هتكسبي؟ اه لا ابطال انا خايف. ازاي انا وقفت بسرعه؟ طب اول ما تمسك الكلام هو اقف بسرعه. ماشي انا واقف والله ما اتحرك، انا اسف. لا لا لو الوقت خلص وانت لسه واقف. اوه كسبت. عاش ابطال، كسبنا. عاش قوي. يا نهار ابيض يا ابطال، انتوا متخيلين؟ دي يعتبر ابطال عندها مستشعر، يعني مستشعر كده اللي هو بص بتبص هنا وبتشوف على طول تقريبا من القناع ده ولا ايه؟ ايه ده؟ مين الجنت اللي واقف جنبي ده؟ لا والله حبيبي ده ابطال بصراحه المفروض كده بقى دقيقه. لا ابطال الماب حماسيه، وعلى فكره في مابات كتير قوي اتعملت للمسلسل ده تمام، وبفكر ان انا العبها عشان كده بقول لكم اعملها سلسله. في ناس نزلت يعني ايه ده؟ انا مت ليه؟ عشان استنى عشان الجيم خالص. ايه ده؟ متش الجيم خلص. ماشي المفروض يا ابطال، ما اعرفش الماب دي هل فيها يعني جيم واحد بس، هل كل شويه نقعد نلعب الجيم ده بس، ولا في اجزاء ثانيه؟ مش عارف يا ابطال، اكيد في اجزاء ثانيه من مابات ثانيه كتير. احنا لسه هنشوف الماب دي بس. ايه ده؟ قلت لكم ابطال يعتبر ما فيش غيرها. بس تمام تمام يا ابطال. عامه يا ابطال لو انتوا عايزيني استمر والعب يعني المابات دي او الماب دي يعني، لان هي الماب دي يا ابطال ليها اجزاء كتير. ليتس جو يا زوزو. 2 1 يلا اجري. لا
لا استني استني اما تقول الاخضر. يلا كلهم متحمسين قوي، كلنا هنموت دلوقتي. اقف جرا وكل دول الناس ماتوا، اتحركوا بالغلط. ايوه بسرعه بسرعه رن رن رن. اقف وحق اللي قدامي بلع الطلقه. يا لهوي، واحد اتنين تلاته رن بل ما تنطش. ده انا والله ما نطيت. احسب يا نهار ابيض، بس احنا كتير. واحد مشي بغلط وماتش. بسرعه رن رن. الحمد لله لسه عايشه. حد مات هناك. ايه ده؟ يلا اخضر اخضر يا زوزو ران. يا ماما لا انا ازاي موت؟ ايه ده انت؟ ايه ده وانت اللي جنبي؟ انا شفت كنت ميت. ازاي؟ اللي انا عندي راحت اللي هي بتقوله. ايه ده؟ ازاي الواد ده عدى؟ زي الناس عادي زي ما انت ما عديت. لا لا في واحد عدى وايه؟ يا نهار ابيض على الناس الميتة. بس خلاص كل ساعة بتموتوا. عاش عديت يا ابطال، ليتس جو، كسبت للمره الثانيه. والله حماس بس صح ابطال بصراحه، يعني المسلسله يعني واضح ان هي حماسيه جدا. ايوه ايداس حبيبي ايداس، والله استنوا كده تعالوا ابطال نشوف الناس بتتكلم بتقول حرام. والله المسلسل مكون عباره عن خمس العاب تقريبا. يعني المفروض يكون فيها خمسه يا زوزو تقريبا، خمسه او ست. عشان كده بقول لك يا زوزو ان احنا في مبات ثانيه بقى اجمد. ما اكيد يعني بس عايزين نعرف في الالعاب الثانيه كده هتبقى اجمد من دي. ازيكم والله يا ابطال، يعني ازيكم يا ابطال. والله تصوير. ايوه ايه يا جدعان، انا بنزل اموت ليه يا جدعان؟ انا مش فاهم اقسم بالله. بس عامه يعني بصوا يا ابطال، يعني انا شايف هقول لكم طبعا رايي في الماب دي. يعني رايي بصراحه يعني هي حلوه لان هي فيها نفس الموضوع بالظبط. طبعا يا ابطال المفروض اصلا في المسلسله في حاجه كده فوق اللي هي فلوس بتجمعها فوق، دي مش موجوده. وغير كده ان في المسلسله في اكتر من خمس العاب او سته ويعتبر مش موجودين هنا كمان، مفيش غير اللعبه الواحده بس اللي احنا كل شويه بندخلها. فمش عارف ايه الفكره الصراحه، ولكن انا لاحظت اللي عليها هجوم وناس كتير قوي عرب بتلعب اللعبه وحبت المسلسله. انا فجاه كده امبارح والله وانا قاعد على يوتيوب فجاه كده زوزو بتقول لي الحق يا بلال اليوتيوب كله اتقلب لعبه الحبار. قلت لها ايه اللعبه دي مش فاهم؟ قالت لي ادخل بس وتعالى وشوف. دخلت الصراحه امبارح قعدت اجربها واتفاجئت الصراحه من عظمه الماب وجمدان الماب. طبعا في مبات كتير بنفس الشكل ولكن بتطوير وحاجات واقعيه اكتر، فان شاء الله دي هنلعبها في الفيديوهات الجايه. طبعا يعني الماب اساسا اللي هي قصدي يعني اللي هي مسلسل حقيقي يعني ما بيكونش بالطريقه دي، بيكون في كده ازاز تحت وفي ناس كتير قوي متصوره. فكل ما حد يموت صورته بيختفي. ايوه صح صح، انا نسيت اقول لكم دي اخدك يا ابطال. ايوه زوزو شايفك اهو. يلا بينا يا ابطال، المفروض باقي دقيقه على الجيم الجاي. يعني بصراحه هي الماب حماسيه ولكن يعني مش حماسيه للدرجه اولى ان في حاجات ناقصه، ولكن يعني ده حلو جدا. تخيلوا ان الماب دي جايبه، هي دي اللي جايبه 42 مليون. لا لا حاجه رقم برضك تاريخي يا جدعان ورقم خيالي. فليتس جو يا ابطال عشان متحمس جدا. يلا 30 ثانيه. يلا يا ابطال اخر جيم عشان عايزين بقى المره دي نكسب فيه. بس ايه ده ايه ده؟ ايه التوب وينز ده؟ هما دول الناس اللي كسبت؟ ايه ده؟ ايه ده ايه ده؟ ايه الصورة المرعبة دي؟ صورة ايه؟ ايه ده والله انا أول مرة أشوف الحاجات دي فعلا. بلال تعالى بسرعة الوقت هينتهي. ايه ده الوقت هينتهي لازم أروح؟ دوس شيفت بسرعة. لا عايز أدخل معاكم الجيم ماليش دعوة. يلا يا أبطال كلنا أقف، كلكم أقف يا جدعان. يلا ليتس جو ليتس جو. يلا يا أبطال عايزين بقى إيه؟ يلا يا زوزو ماليش دعوة لازم تكسبي معايا بقى. تمام؟ هحاول. لا هتحاول ايه؟ ما ينفعش. مش عارف ابطال ايه ده؟ واضح انا على فكره تقريبا فاتح الجوين كل ابطال الجيمنج موجودين بصراحه. يعني حماس يا جدعان. عاش ابطال الماب، عملت قلق بصراحه في لعبه روبلوكس وانا ما كنتش متخيل كده خالص. ليتس جو يا زوزو. انت فين بس؟ اقول لك ايه؟ تعالي الشمال هنا، هنا عند الشمال. عايز اشوفك. مش مهم. ليه لازم؟ والله عشان ابقى جنب بعض. يما كل ده ناس. ماشي اوكي خلاص اتنططي. طيب ايه نطه؟ ايه ده؟ استني. في حد عدى ازاي؟ ده فاتح هاكر. ايوه طب ده اللعيبه، ده في حد فعلا عدى. يلا 5 4 3 2 1 ليتس جو. يلا الضوء الاخضر من الليلة اجري. انا صوتي احلى والله. ماشي اسف. نص العيال ماتوا. في ناس بتتحرك. ايه ده انت اللي في الاول؟ اقف. مش عارف الاول قوي، في واحد جنبي اول.
العيال كلهم موجودين بيتزاولوا. اجري يا لهوي اللي قدامي وقع. يا رب تفوز. انا ابطال واضح كده ان انا محترف يعني، عشان انا بصراحه يعني جربتها امبارح، جربتها امبارح كتير، وقلت عشان قبل ما اصور لازم برضك ابقى لعيبه كده. ايه ده؟ انا حسبت انه كتب البتاعه. ما كتبش ولا ما انت تسمع الصوت. يا نهار ابيض، علي صوت الليب عشان تسمعيها. يا ابطال زوزو لحد دلوقتي ما كسبتش خالص. ايوه يا لا ماشي حلو، احنا عددنا كبير. بسرعه ليتس جو. كل ما بيزيد عددكم بتتزاول اكتر. البت كانت في البدايه كانت خلاص هتفوز. قصدك النهايه؟ البدايه دي قصدك كانت خلاص على النهايه. ماشي يلا بسرعه. اوه كسبت يا ابطال، ليتس جو. حماس يا ابطال، كسبت. عاش. باقي كام؟ باقي دقيقه تقريبا. يلا الناس دي. يا لهوي يا عيني ابطال الكنشن ده صعبان عليا قوي. بص مات في النهايه. اوه كان خلاص. يا نو استنوا، يا لو ايه ده الكنشنش ده بس اللي هناك. يا عيني اوه يا لعيب مش عارف ليه بنزل اموت بصراحه. عامه يا ابطال، وتعالوا بقى ننهي فيديو النهارده هنا ونقول لكم بس كده فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، اي بي جيمنج ابطال الجيمنج، وي سلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله.